السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا السادس ضمن الأشواط الصباحية، نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع لهذا الشوط. وشوطنا السادس هنا اللي مخصص للقعدان الحقائق، والمسافة هي الأربعة كيلومترات. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة، نتابع المراكز المتقدمة هناك. المركز الأول أيضا نسناس على المقدمة اللي على المركز الأول. نتابع هنا محمد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة اللي على المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. نتابع في هذه اللحظات، كما نشكر مخرجنا وأيضا الطاقم الكامل في هذه التغطية الواسعة لهذا المهرجان الغالي. نتابع وإياكم هنا في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والاندفاع على المراكز الأولى. هنا في هذه اللحظات نتابع المقدمة ونتابع المركز الأول اللي هو النشمي لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما أرى في هنا الدخول والقدوم. هنا نتابع اللي واصل اللي هو هناك مجن لعبد الله بن محمد الويهي الجحافي على المركز الثالث، ولكن أرى اللي يتسلل من الجانب الأيمن. نتابع في هذه اللحظات، نتابع هنا المقدمة وأيضا المركز الثالث في هذه اللحظات من الجانب الأيمن. نتابع اللي قادم هناك المهيب لعلي بن سالم بن نقرة المحاربي، وأيضا نرى هنا التسلل في هذه اللحظات من صوغان لمحمد بن حمد بن صالح الشرقي اللي غير على المركز الثالث في هذه اللحظات وغير إلى المركز الثاني. نتابعه ونتابع هنا القدون اللي واصل على المركز الرابع الحذر لصالح بن ناصر بن صالح الغيثاني المري على المركز الرابع، والمركز الخامس مجشن لعبد الله بن محمد بن الويهي الجحافي على المركز الخامس. هذه النتيجة الخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم، نتابع عبر شاشة قناة الريان الفضائية، نتابع هنا هذا التحدي وهذا المهرجان، المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد. نتابع وإياكم هنا نسناس على الصدارة، نسناس على المقدمة منذ انطلق هذا الشوط، ونسناس في قيادة هذا الشوط منطلق ومندفع لمحمد بن سالم بن علي الدوحة. هنا نتابع على المقدمة والمركز الأول، ولكن الله يا هذا القدوم في هذه اللحظات من مجشن قادم وغير إلى المقدمة في هذه اللحظات لعبد الله بن محمد الويهي الجحافي المركز الثاني. نسناس محمد بن سالم بن دوحة المركز الثالث. نتابع هناك صوغان محمد بن حمد بن صالح الشرقي المركز الرابع. أول ندى شاهين لعلي بن سالم بن محمد الجربوعي أيضا بمهيرة قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس جبر محمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري مع المركز الخامس. هذه النتيجة والألف ومئتين متر الأخيرة وبقيادة الجحافي بالويهي. يا سلام يا مجشن على المركز الأول وعلى المقدمة والصدارة. هنا نتابع في هذه اللحظات مع بوابة الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي بعده الناموس. يا سلام يا مجشن عبد الله بن محمد الويهي الجحافي مع المقدمة والعصاقوس العصا في البطان، بينما المركز الثاني وأول ندى لعقاب فرج بن محمد بن فرج بن مشروم هنا مع المركز الثاني في هذه اللحظات لعقاب، بينما المركز الثالث نسناس محمد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة المري. المركز الرابع نتابع جبر لمحمد بن علي بن سلامة الهاجري. المركز الخامس صوغان محمد بن حمد الشرقي، ولكن مع 600 متر الأخيرة نعود إلى المقدمة، نعود إلى مجشن على المركز الأول هنا على المقدمة، بينما اللي حاول عقاب وأيضا جبر قادم، ولكن الله يا سلام، يبدو لي أن السلامات تتجه إلى السلطنة. يا سلام يا هذا الأداء مجشن سلام يا بلويهي، سلام عبد الله بن محمد بلويهي الجحافي. وناموس يا أحمد و10 على 10 يا أحمد الجحافي، سلام وتحية واحترام لهذا الشعار والنقطة الثانية. هنا نتابع في هذه اللحظات مع الناموس الصباحي، سلام وتحية واحترام على هذا الفوز، وساعة وصول مجشن إلى خط النهاية معلن الفوز، والناموس تهانينا لعبد الله بن محمد بلويهي
الجحافي، تهانينا على هذا الفوز. بينما المركز الثاني عقاب فرج بن محمد بن مشروم، المركز الثالث جبر لمحمد بن علي بن حمد بن سلامة، المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات اختار علي بن عبد العزيز بن خالد العطية، المركز الخامس وصل عساس لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. سلام وتحية للجحافي على هذا الفوز اللي أيضا فاز في هذا الشوط وانتقل نقلة ممتازة إلى المقدمة. إذن هنا التهاني موصولة ومجن يصل الى خط النهايه. توقيت الزمن 6 دقائق 3 ثواني 6 اجزاء من الثانيه. تهانينا لعبد الله بن محمد بن لويه الجحافي والتهاني وصل لاحمد الجحافي على هذا الناموس مع مجن. بينما المركز الثاني وصل هناك عقاب. توقيت الزمن 6 دقائق 8 ثواني و5 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك عقاب فرج بن محمد بن مشروم المري، ايضا يستاهل الناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثالث وصل جبر، توقيت الزمن 6 دقائق 8 ثواني و9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك جبر محمد بن علي بن حمد بن سلامه المري.